التشاون ديالو 400 عنده عامين تقريبا. كميسر ما عجبكش هاد الجهه هادي؟ من هنا نهضر مع خويا هنا. هو سول هذا سول هذا البيع والشراء ديالي كيدير. تعامل مع راسك. هنا كيقول 70 سولو سولو كيدير. انت انا قلت ليه اللي كاين. عمرها هنا 70 كوره وانت واشها؟ 70 درهم. نتاوي؟ ها؟ نتاوي واشها؟ هما كاينين. واللي باغي الجمله نتفاهم معاه الجمله. الجمله من اش كتبدا؟ شحال البياسه في الجمله؟ اللي باغي 20 30 يعني من 20 لهو. بالنسبه للجمله شحال؟ 60 درهم. 60 درهم. بالنسبه للنمره؟ كده اخويا مصطفى بخير صحه الله يحفظك. بالنسبه للاخ مصطفى كي جاك سوق العربه؟ بالنسبه لسوق العربه يعني راه بلاصه راه معزوله ان شاء الله يكون خير. بالنسبه لداوني شمعنا بالنسبه للهزار اخويا مصطفى عنده عامين اصلول بدا اصلول واش حفاظه ولا كلامه؟ حفاظه. بالنسبه للحفاظه اللي فيه؟ وداني كله وداني. الثمن ديالو شحال؟ الثمن ديالو هو 600 درهم. بالنسبه للحداد؟ حداد دار وجبدان. اصلا ولد ولا جدار؟ لا ولد. ولد. الثمن ديالو شحال؟ 500. بالنسبه لهذا؟ هو دار وجبدان. دار الثمن ديالو شحال؟ 400 درهم. الثمن ديالو هو 400. وطواط ديالك اخويا مصطفى؟ ها؟ الطواط ديالك؟ ماشي هو. الطواط هذا؟ 15 درهم. 15 درهم. الثمن ديالو شحال؟ 500. الثمن ديالو هو 500. منا الشالين؟ كاين اخويا كاين الجدوره مزونين، الجدوره بلديين مزونين. شي شهير تقريبا الثمن 200 درهم. بالنسبه للجدوره عنده تقريبا شهر الثمن ديالهم هو 200. بالنسبه للجدوره قلنا عندهم شهر الثمن ديالهم هو 200. بالنسبه للي قلنا قدام بالنسبه للي قلنا قدام كيبداو من 300 وطلع 300 على حساب الكلام وعلى حساب القدوميه ديال الطير. بالنسبه للنمره اخويا مصطفى 74 84 54 94 اللي بغى شي حاجه النمر والله ما يسر الجمال. الله يحفظك خويا مصطفى. ياسات راه اي حاجه في المغربات راه كاين ولاول كاين حداح كاين حسنيه كاين اي حاجه بغاها بنادم راه مرحبا. يعني اي حاجه ولا ما كانتش عندنا حنا نحضروها يعني اللي بغى اي حاجه راه يتصل بالاخ مصطفى. وبالنسبه لامكانيه الارسال واش كترسل اخويا مصطفى ولا لا؟ يعني اللي بغى اي بلاصه راه مرحبا. الله يحفظك خويا مصطفى الله ما يسر. ضربوا العش شحال عنده هذا؟ ولدها الثمن ديالو شحال؟ 900. الثمن ديالو 900. بالنسبة للكلام؟ كان حاط عليه السيد مالاك. 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 بالنسبة للنمرة؟ 06 61 70 44 09 اللي بغى شي حاجة النمرة اللهم يسر الجميع الله يحفظك. خويا يوسف الطويرات ما شاء الله راه كيبانوا بأنهم قدام على الأقل بعد ضاربين واحد سيمانة على الأقل. هادو السيمانه والزوان ولا تخلات؟ هانتي اخويا اسمع مولاهم اش كيقول، شحال ضاربين هادو خويا؟
سيمانه كيف قلتي سيمانه وزياده يعني دابا هذا تقدر طيب زوان ولا باقي وضروري ما غاديش تعطيهم الزوان ما يمكنش غتعطيهم الماكله يعني مخلطه بوحدها صابره مشاو فيها غتعطيهم غتعطيهم الزوان بوحدو وغتعطيهم الماكله مخلطه بوحدها تيبان لك كيضرب الزوان كيتادابطا كتحيد ليه الماكله المخلطه فهمتيني اما اللي كيبان لك ما بغاش يمشي الزوان ياكلو كتعطيه في الماكله مخلطه حتى كيتزون بز منه وكاين واحد الطير واحد النوع ديال الطيور اللي هو مثلا ما كيبغيش ياكل لك ما كيبغيش ياكل نهائيا علاش هذاك اخويا كيكون بحال ناكد مشدود يعني بالشبكه ولا باللصقه ما ناكد ناكد ما بغيش ياكل باغي ينتحر ما عندك ما دير ليه كاش واش عنده الخاطر ما صافي هذا الشيء اللي كاين اخويا بحال وبحال بنادم وهنا بالنسبه للاشمنه شحال هنا مصطفى شحال كتقول فيهم اخويا مصطفى كيقول 80 درهم راه مازال خصك تصوفيهم هادو راه واخا يقول لك ان يعني هو الاخ مصطفى نقول لي فوجو ماشي واخا يقول لك راه مزونين فهمتي يعني خاصك ضروري تخدم معاهم هذا الشيء اللي كاين هذا اخويا مصطفى هذا بالنسبه كيفاش تريطيهم اخويا عزيز يعني غتخدم معاهم بالماكله ماكله مخلطه هذه اول حاجه ياك وضروري يعني غتعطيهم خل تفاح باش كيهضموا فهمتي باش ما كيستربش لهم يعني الامعاء هذه اول حاجه فهمتيني كل واحد باش كيخدم انا هذه الطريقه اللي كنخدم بها وكل واحد راه الطريقه باش كيخدم هذا الشيء اللي كاين اخويا يوسف اخويا عزيز كيف ما كتشوف راه كريشه راه صافيه هذه اهم حاجه ما كيبانش لك داك العريق والزرق وما كتبانش شكل الكبده يعني بان الطيره مضروبه لي الكبده والامعاء كيبان لك الطيره صافي وكيبان لك شفت يعني التحرك يعني ديال الطير كيبان لك يعني كيتحرك انت الطير كيبان لك كيتحرك كتقول لي جبد لي هذا كيبان لك يعني ناشط اللي قافز فيه اللي كيبان لك واقف مكون راه ما عندك ما دير به اخويا الله يهديك بالنسبه للنمره عطيني النمره ديالك اخويا مصطفى عطيني النمره نعاودوها دابا سي يدخل امين 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 عندو خويا حسن عامين الراشد عامين الراشد ميسو ياك خويا حسن ميسو الثمن ديالو شحال؟ البيع البيع الثمن ديال البيع هو 900 بالنسبة للنمرة صفر السق 51 73 94 19 اللي بغا شي حاجة النمرة والله ما يسير الجامعة بما دوا ان شاء الله نديرو شي فيديو خويا حسن وكاين شي واحدين اخرين ياك بما تكلموا ان شاء الله نديرو شي فيديو الله ما يسير هذا جدار عنده عامين ويداني كلام فيه زوين كلام زوين بالنسبة للثمن ديالو الثمن ديالو هو 800 بالنسبة لهذا هذا قرا شحال عنده شحال عنده خويا عزيز هذا ولا الثمن ديالو شحال الثمن شحال عزيز 700 بالنسبة للنمرة 06 48 65 30 15 اللي بغا شي حاجه النمره والله ما يسر الجميع الله يحفظك
شحال عنده هذا؟ عنده 3 سنين. 3 سنين الله مور. قدام كريه. هذا فاش منه مكري؟ يخدم دابا هيش نيس دابا هيش. الثمن ديالو شحال؟ الثمن كنقول 1300. الثمن ديالو 1300. النمرة 07 10 07 10 96 96 96 51 96 51 07 10 07 10 96 51 نشوفوا الكسيوة هاني. صافي المدوى ان شاء الله نجيو ندورو شي فيه ان شاء الله ما بقاش شويه شويه ان شاء الله. عرفي واحد الدريبه ديال المويه هذيك ديال المو راه شو عش فهمتي عش عنده 3 سنين قلت لك ديال المو ديال النشوه اللي موكله راه ضروري دابا اللي بغى يخدم بها شو اصلا ديال الخدمه هذيك ديال المو مزيانه للخدمه طيح النشوه فهمتي كتاكسبتها مع النشوه فهمتي ما هو في هذيك بجيد الكنار وين قليل فيه كيجبد ماشي ولا الطير ديال الخدمه راك عارف سير الله ميسر يسر الله يحفظك خويا عندي الدارات هاد الايام كلها جاو الدراري داو دابا بنادم يجي عندك في الجروب دابا خلاص هنا الا بغاو عمرو دو راه كانوا في المسرح هادو كانوا في المسرح تقريبا شحال عندهم شحال ضاربين هنا خويا ضاربين دابا شي تقريبا شي 15 15 جاوبنا غير النمر 15 الثمن ديالهم شحال؟ 98 درهم 90 درهم بالنسبه لك هنا الكور ما كاينش نتا هو بالنسبه للنمر ما كنا قلنا له عندهم 15 يوم هنا ركينا الكورة بالنسبة هنا ركينا الكورة ماشي هنا خويا رشيد الثمن هو 90 درهم كي باغي غنجي ونتعامل معاك ماشي مشكل انا جاي عندك شاد الدار انا مزيان كومبيات بلاتي عبد الرحيم اسمح لي نعطي سيدنا 06 06 52 52 82 82 15 92 اللي بغى شي حاجه بالنسبه للنمره ها هي اللي بغى شي حاجه يجي اخويا سال الدار مرحبا به انت السكنه فين؟ السكنه حي السلامه حي السلامه بالنمره غنرشدهم للطريق مرحبا اللهم يسر اللهم بارك هنا شحال هنا؟ ها؟ 200 درهم 200 شحال عندهم؟ عندهم 3 شهور 3 شهور 200 بالنسبه للنتيوه ديال يا ذكر ديال السمريس ذكر هذاك قرح ديال السمريس الثمن ديالو شحال؟ 70 درهم 70 درهم بالنسبة للطماطشو؟ تا هو 70 درهم كل شهر عندهم كل شهر؟ هنا هاد هاد هذا 200 درهم لا هادو جدورة جدورة 200 بالنسبة للهزار؟ 150 هزار 150 شحال عنده هاد الهزار؟ عندو تا هو شي 3 شهور شحال الخليف راه الخليف هنا نتاوي ياك؟ نتاوي الثمن ديالهم شحال؟ 70 درهم الثمن ديالهم 70 درهم بالنسبة لهنا القفوزة؟ خوت هو شي كلام أنا اش قلت لك أنا أديتهم وما يدرو حطيتهم هنا قفوزة شحال هنا؟ هادو 20 درهم هادا 40 درهم هادو 20 هادا 30 درهم فرونت هادي 30 يعني هادي راه كيتحط طير كيهبط بالنسبه للنمرة ديال الميزان هادي كتسمى ديال الميزان 06 95 28 96 40 كاين حتى القفيزات شحال ديالو هذا 15 الثمن ديالو 15 شرب الحلوى شرب الحلوى خيوة ناس كل قال جرو خيوة مع الثلاثة وين صافت الحلوى اللي مكلب عندك؟ هو هذا هو هذا حيد حيد الصبرة ديالنا الصبرة أوي داني راه ماشي هو
عزيز خورة انا جاي الليل الفريد هذوك القور هذوك القور انا جاي الليل بقى نقي كل شيء. هذا شحال الثمن ديالو؟ هذا عطاني 700 كنقول 1000 درهم. نقول 1000 درهم بالنسبه للنمره 07 84 35 96 96 ندوزو الطوير الاخر. هادي شحال عندو انا؟ بحال بحال قرعه ثلاثه قرعه. الثمن هذا شحال؟ هذا 700 لواحد. انا شفت هما جايين بحالو في الكلام ديالهم. هذا خوهم عشان الخوف ديال بحال كانوا مردومين ماشي فاهم لي سال هذا 500 لا توا باقي لا يجيب الكلام هذا ديالها هو شو خوم فيه وخوم تاعو قديم هذا تا هو التقاده ديالهم التقاده ديالهم هذا اللي شنا الاول ما عطينا والو جابوا لي السيد ما مكسبوش انا هو قال لي داوي داوي قال لي السيد العيط العيط ورا اصلو براني اكون شطر السديال كيكم ديالي 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 مصطفى الميسو شحال عندو؟ عمين هذاك لا خارج لا خارج الثمن ديالو شحال؟ عطاو 700 راه داير فيها عطاوك 700 شحال طالب؟ شحال طالب فيه؟ 800 شوفوا هذا وايدوي وهذا قال لنا عنده عامين ياك؟ اه عندهم ندير 800 درهم اسمع خويا مصطفى تعاودنا النمرة ياك؟ 77 77 17 84 84 35 35 96 96 اللي بغا شي حاجة النمرة أمي السي الجامل الله يحفظك خويا مصطفى صافي بالنسبة هنا للبوع الجميع عنده عامين هذا مكلم كلشي ميسو هنا ياك ميسو ودان فيه فيه واحد التحويطه في الاول هي اللي عيب هما تبقى كلامه كله وداني حافظتوه يضرب توخزه يضرب توخزه الحداد عنده عامين حداد 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 ها هو الميسو ها هو الميسو هذا ندوى على الميسو ندوى على الحداد ها الحداد شحال عنده؟ عنده عامين عامين الثمن ديالو شحال؟ ولد حفاظ الثمن ديالو شحال؟ هذاك 450 450 وعندو عامين يلا خارج من البدا لا مكلم عندي فيديو ديوي ما بغيتش نعريو عليه راه كيدوي عريان يلا خارج من البدا راه يجي يتصنط ليه توغزة فيه تعويقه في الاول هي اللي فيه ولد واحد I'm
هذا قلنا عنده عامين كم ديالو شهر؟ هذا 1200 تيتصنط بنادم. انا تيتصنط؟ عموريه. في واحد التعويقه هي اللي وما تبقى راه كله توغزه كله توغزه. بالنسبه للنمره خويا حسام؟ النمره غادي نعطيك نمره اخرى بداتها. سبعة وتسعين واحد وخمسين اللي واش هاجر النمرة ولا ميسر الجامع بالنسبه للطوير هذا قلت لي شحال عنده 8 شهور الله خارج من الداله الا خارج من الداله الثمن ديالو شحال الثمن ديالو هو 400 بالنسبه ديالي ولا وي الله ما كنكلمش عندي بزاف الله خرج لي من الداله الا خرج من الداله بالنسبه للنمره 06 13 90 61 اللي بغى شي حاجه النمره والله ما يسر جمال الله يحفظك اخي الله يسخر